ما قلت لي في وحده معينه براسك؟ بلى، واليوم حكيت فيها. بده يتزوج؟ ايه والله يا فريال، مع اني حكيت معه كثير وفهمته وقلت له هذا الشيء غلط وما بصير تكبرها اكثر ما بتستاهل. قال لي لا يا عمي، اذا ما كبرتها ما بتصير. هيك لكان اجواز قبرصي ان شاء الله، الله لا يشبعه، لك يقول لحاله انه متجوز تنتين اللي عم ضربه. لك حكيته هالكلام يا بنت عمي، والله يا فريالي وحكيته، بس ما في مين يسمع. لك بتعرفي شو قال لي؟ شو قال؟ قال لي انا بعرف اني متجوز سنتين والشرع سامح لي باربعه. الهي اربع حياه يا بترسم من ببو عينه يا حق، اتركوا علي، انا بعرف شغلي معه، هذا ما بيجي الا بالرأس. لك لا يا فريال، يعني نحن بدنا نهدي ونروق، ما بدنا نشعلها نار. ولك انا اللي بدي شعلها نار وبدي احرق عليها واطيها، بدي احرق الاخضر واليابس. ولك ما بيكفي انه عطينا البنت لهيك ناس شرشيح ومبهدلين. ابن عمي، عيون ابن عمك بكره بتروح بتجتمع فيه وبتقول له نحن طالبين الطلاق. لا يا ماما مشان الله لا تقولي له هيك، الله يخليك يا عمي لا ترد عليهم. خلصوا ليه؟ خلصي ولك ما بتفتحي فمك بكلمه، فهمتي؟ ولك اتركيني انا اتصرف انا ادرى مصلحتك. لا حول ولا قوه الا بالله. شو عم تقولي ام زكي؟ اليوم انا فاتحته على بنته لابونا؟ اي والله يا لطفيه، والخبر تازه، الله وكيلك، هلا كنت عند ابوك. قولي انا امتي يا لطفيه. ولا لطفيه بتكوني مجنونه اذا بترجعي له، لك هذا واحد ما في اصل وما عنده باقي او ما بيستاهل طفرك. اي منك يبدا انها رزان الهي، بدك تخربي له بيتها لك مجنونه؟ بالله شو؟ يعني على اساس بيتها كان عمره؟ ما هي هي حبيب امه رح تجوزه الثالثة، يعني خربتها وقعدت على تلتها مشان تشبط فيني. مين قصدك لك فريال؟ قصدي الحية سعاد باينة، لكان بعرف من الأول ما كانت رضيانة على جواز بنتي من ابنها. ايه خرسي خرسي، اسمعوا على هالحكي، شو دخلت سعاد بجوازة عصام الثالثة؟ لك بقص ايدي من شرشة إذا ما كانت هي اللي مدبرت له إياها. قل والله أحد عليكي، قل والله أحد عليكي، بتخطفي الكباية من راس المعون، لك منين بتجيبي هالكلام اللي لا بينزل الميزان ولا بأبا؟ عجبك اللي عمله جوزها للطفية؟ أنا فاتحت على بنت أبو النار. لك طيب شو بدك يعني أعمل يا فريال؟ حكيته للزلمة، حكيته والله لصهرك، قلت له هذا الشيء غلط، بس ما حابب يفهم ولا يسمع، مكبر راسه وأبصر من وراه لحتى يكبر راسه. إيه لكان هي الحرباية أمه هي اللي مكبرت له راسه، فكرك هو بيقاتي بغرض بدون ما ياخذ الرضا منه ويستشيره؟ لك طيب انا شو دخلني بعلاك النسوان؟ خلص نامي هلا وبكره بيحل الحلال. لا يا ابن عمي ما بقبل هيك، انت هلا بمقام ابوها للطفيه ولازم تاخذ له حقه من هالمغضوب. طيب شو بدي اعمل لك هلا؟ يعني روح للزلمه واشخته. لك لا طخه لك سير مخه، بس لطفيه ما عاد ترجع له وبنته ما عاد يشوفها والسما زرقاء. لك خلص هلا نامي وبكره بنحكي بالموضوع. We'll be right back.